بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة صوت الناقد. عنوان حلقتي لهذا اليوم: الحوثيون قوم من الأكراد. إخوتي أحبتي الكرام، أسئلة كثيرة، أريد أن أبين نقطتين بالمناسبة. أولا، هناك أمران يجعلاني ألا أرد على الكثير من الأسئلة. الأول، وقت ما عندي بصراحة، وأسئلة جدا كثيرة. إذا أجمعها على الصعيد الرسائل الخاصة وفي التعليقات كثيرة كثيرة، يعني الله يشهد كثيرة جدا، وأنا الله يعلم ما عندي وقت يعني بصراحة، يعني لأن هذه تتطلب جهود كثيرة للرد، وأترد على سؤال سؤالين 10 20 وأنا وحدي. والأمر الثاني الذي يدعوني على عدم الرد، لأنه أصلا الجواب موجود في البحث أعلاه، ولكن المكلف أو السائل ما يتعب نفسه أن يبحث، فبسبب هذين الأمرين أنا ما يعني أرد، وبعضها إذا وفقت أستطيع الرد. شاهد كلامي من ذلك إخوتي الكرام، كثير من الناس والتعليقات حول موضوع الأكراد قوم من الجن، ما جاي يفتهم شو يسوي، ويعني ومصيبة الحالة الموجودة في المجتمع العربي بشكل عام أو المسلم حالة خطيرة. وما أريد أخرج عن الموضوع، ولكن فقط أقول إلى العقلاء وما أقلهم من التعليقات، عرفوا الحالة البهيمية الموجودة بالمجتمعات العربية والمسلمة، ما يفتهمون يعني تماما، يقلبون كلامك. أعطيكم مثل حتى أدخل بالموضوع حتى تعذروني. موضوع الذي طرحته، اللواط في جنة الخلد، اللواط في الجنة، حتى تكذبون هذا الرجل الذي أمامكم، هذا الخادم. شوفوا موضوع يكملوا وشوفوا التعليقات وانتوا حكموا، شوفوا المجتمع ايش قد واصل الى عمق من الجهل. محتاجين، المجتمع ليس بحاجة الى رجل دين او عالم، والله المجتمع بحاجة الى شخص من اولي العزم لينقذه، وبدونه ماكو شخص. يجب ان يكون مدعوم من السماء ومن اولي العزم حتى يستطيع ان ينتشل المجتمع من الضياع الذي فيه. على كل حال، كثير من الأسئلة وردت يسألون عن موضوع الأكراد. أخوتي الكرام، خلوني ألخص، فوجدت مصداقا حقيقيا نعيشه اليوم ونراه اليوم ونسمع به اليوم حتى يكون الأمر واضح. أخوتي الكرام، أخوتي الكرام أحبتي، احنا نسمع بالأخبار أن الحوثيين يعيشون في الجبال، كردوا إلى الجبال، فبهذا اللحاظ وهذا المصطلح هم من الأكراد أخوتي الكرام. فهذا خير مصداق. إحنا شي يقولون عندنا، عد ما يقال في كما في المنجد، يعني هو جمع كرد، وهو مشتق من كرد إلى الجبل، أي ذهب إلى الجبل، جاء في المنجد كرد كردا، العدو طرده كارد مطاردة. يعني شنو؟ يعني العدو إذا لحق به وطارده كارده صعد. أنا شارح سابقا حتى يكون واضح حتى هذا المصداق. واللي يلمني 3-4 تعليقات يشتموني، يقولون أنت تحكي تسب الأكراد وتنتقص منهم. عمي أنت المنصفون، أنت تقولوا هذا يعني واقعا مشكلة كبيرة، ما جاء الناس تفتهم. على كل ما عيد، العدو طارده بهذا اللحاظ، أي إنسان. نعم، كيفية صرف اللفظة الكردية لهذا المجتمع الكردي بحث آخر، ولكن بصورة عامة كرد إلى الجبل،
كرد كردا، العدو طرده كارد مطاردة، مصداقه أي إنسان. ونحن كما نسمع في الأخبار أن الحوثيين يعيشون في الجبال، بهذا اللحاظ يطلق عليهم أن الحوثيين هم من الأكراد بصراحة، وليست لفظة مضافة إليهم، لا لا، هم فعلا أن الحوثيين قوم من الأكراد. يعني عندك أنت كردي برزنجي مثلا، وعندك كردي حوثي، وكردي فيلي، وهكذا هلم جرى. هاي القضية. شنو السبب شيخنا؟ السبب لأنهم هم المصداق الحقيقي الموجود في تعريف لفظة الكرد. انتبهوا، والله بعد ما أكتب ما أحكي على هالموضوع، ما أحكي لو تجيني مليون رسالة، مليون رسالة بعد ما أعيد هذا الموضوع. فلفظة الكرد هو هذا معناه، الذي كرد إلى الجبال وعاش فيها يصدق عليه كردي. قوميته يحكي هندي، يتحدث باللغة الهندية أو العربية كالحوثيين، أو الكردية كالأكراد، كلهم يصدق عليهم أكراد أخوتي الكرام. فبهذا اللحاظ وبالدليل أن الحوثيين هم قوم من الأكراد، شلون؟ يعني ماذا يقال؟ يقال أنا حوثي كردي، أو كردي حوثي، أو كردي برزنجي، أو كردي مثلا فيلي. بهذا التعريف ومصداقه كل من يكرد إلى الجبل، العدو طارده كرد كردا وعاش فيها، وعرف بالعام، بالجو العام وبالعرف العام. أكو نقطة مهمة، كون يعرف عرفا أنه يسكن الجبال. احنا منين نعرف؟ من الأخبار نسمع أنهم يعيشون. إذا ثبت عرفا وعقلا أي قوم يعيشون الجبال يصدق عليهم أكراد، ولو كان إيطاليا ولو كان هنديا. نعم، لفظتها اشتهرت على الشعب الكردي بهذه اللغة، واللغة أصبحت كردية، هذا بحثه آخر، لكن بالجو العام هذا كان معناه أخوتي الكرام. فحتى تكون عندك الصورة واضحة في هذا التطبيق، نعم كثر واشتهر أن الشعب الكردي عاشوا بالجبال وعاشوا يعني في المرتفعات والمناطق الشمالية، صرفت أو انتشرت لفظة الكرد بحقهم، وانصرفت أيضا إلى أن اللغة لغة كردية، وهكذا انتشرت. وإلا في الواقع هو تطبيق على كل من يعيش في المرتفعات، وخاصة إذا كارده العدو أي طارده أخوتي الكرام. فبهذا اللحاظ أخوتي الكرام أن الحوثيين هم قوم من الأكراد، وهكذا هلم جرى، كل من يعيش في الجبال والمرتفعات يصدق عليه كردي بنص الحديث الذي سابقا شرحته، وبنص اللغة التي تبين معنى الكرد الذي هو مشتق من الحديث. فلا أطيل عليكم، هذا أحببت أن أوضحه لكم، وإن شاء الله نحن مستمرون، وأتمنى من الله تبارك وتعالى لكم السداد والتوفيق. كل عام وأنتم بخير. أسأل الله عز وجل لنا ولكم أن يوفقنا أن نقف على جبل عرفات، إذا وفقنا الله عز وجل لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.